أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: رأيت في المنام شخصا قد توفي ودار بيني وبينه حوار وأخبرني أنه من أهل الجنة. السؤال: هل أخبر أهله بذلك وهل يجزم أنه من أهل الجنة؟ على كل حال، أنا لست عبد الأحلام، ولكن الرؤيا إذا كانت رؤيا سارة فإنك تخبر بها إن شاء الله، ولا تمر من رؤية فيه إذا كتمتها ولم تخبر بها أحدا ولم تؤولها فإن هذا كفر.